موجز الرابعة فجرا من اون لايف، اهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بمقر الأكاديمية في القاهرة الجديدة، وقدم الطلاب الخريجون عروضا تظهر ما اكتسبوه من مهارات فائقة في التعامل مع الخارجين على القانون وكيفية تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن، وأبرز التدريبات التي تلقوها خلال تواجدهم داخل الكلية. تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس سيراليون ارنست باي كروما، اعرب خلاله رئيس سيراليون عن تقدير لما تقدمه مصر من دعم فني لبلاده، مشيرا الى تطلع بلاده لمواصله التعاون مع مصر وخاصه في المجالات الطبيه. من جانبه اشاد السيسي بقوه العلاقات الثنائيه بين مصر وسيراليون، مرحبا بمواصله العمل على تعزيز مختلف جوانبها وتطوير التعاون الثنائي على مختلف الاصعده. واتفق الرئيسان على اهميه عقد اللجنه المشتركه بين البلدين خلال الفتره المقبلة بهدف تنشيط العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول عدد من القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يرأس اليوم رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات والتقارير الأمنية والاقتصادية. كما يتابع إسماعيل خلال الاجتماع توفر السلع والرقابة على الأسعار، فضلا عن المشروعات التي يتم تنفيذها وقرارات رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراض للمنفعة العامة. أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي سيد عطاء أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغبات بتنسيق المرحلة الأولى بلغ 97,000 طالب وطالبة. وأضاف عطاء أن عملية تسجيل الرغبات منتظمة من خلال مكتب التنسيق. ختام الموجز، شكرا لكم.